فكرت؟ مش عارف. هي ايه المشكلة؟ مدارس الأولاد، احنا لسه هننقلهم. ليه يا حبيبي؟ هو احنا هننقل آخر الدنيا؟ دي المعادي. ما تضمنيش ايه اللي ممكن يتبني قصادنا. عمارة، مصنع. بقول لك الفيو بتاعنا نادي وادي دجلة، يعني هوا نضيف ومنظر هايل. والركنة، ده لما صدقت الاقي حتة أركن فيها كل يوم. ما تقلقش، لينا باركنج بتاعنا. أنا حابة البيت ده قوي. سيلفر سكايز، قرار مش محتاج تفكير. أوكي. بجد؟ مجموعة دجلة للاستثمار، معمار المرشدين.